كفاح قحمان مديرة الروضة. اشتريت المكان وأسستها. في لحظة في الحرب كل فقدته. جبريل الرحل شرفنا. اسمك؟ طه. القذايف الإسرائيلية والطائرات ضربتها هنا قذايف، وموجود حتى الصواريخ، بقايا صواريخ هايون. ايه قذايف كهيك صواريخ دمرت المكان من هنا تيجي، كان من شمال القذايف هاد، والمبنى من جوا كمان كله كان أصابته قذايف يعني في الحرب. ينظروا لهذول الإنسان شو أذنبهم يعني أزع الروضة، يعني وجدها ركام، يعني ركام إيش دخله؟ يعني الطفل هان في العمر هذا لا بيشيل زي ما بيحكوا اليهود، لا بيشيل كلاشنكوف ولا بسوق طيارة ولا عنده دبابة، له كراسته يعني دفتر، ها يعني دفتر بيكتب، طفل بيكتب يعني هذا إيش ذنبه؟ يعني يفقد كراسته ويفقد، احنا هنا بنعلمش يعني سياسة ولا كحل ولا موت، احنا بنعلم الطفل انه يكتب يمسك القلم. قصص المكان كله كان قصص للأطفال وهم بيلعبوا يعني. لحتى الآن يعني الأطفال بيبكوا وخايفين، لا احنا قعدنا في الفترة الأولى لما استقبلناهم في الروضة قعدنا شهر كامل واحنا بنعمل لهم دعم نفسي ونودر منهم ونضيع منهم الخوف اللي كان في أثر الحرب. في بعض من الأطفال كانوا عنيفين، كان يضرب زميله ودائما يعني يتعامل بعنف، يكسر الطاولة، دائما يخبط في الفصل الدراسي. الطفل هو فقدت أخوها الطفلة، كان عندنا في الروضة من طول الأطفال الروضة، كان عمره 5 سنوات. الكل اللي في المنطقة هذه شردوا أثناء الحرب لأنه كانوا مستهدفين المنطقة هذه لأنها مناطق حدودية على الأطراف. كان شارد هو أمه من الحرب على دار سيدو، هناك عند دار سيدو هم شاردين، كان قاعد شاف قذيفة خست على بيتهم وهو قاعد، طفل الروضة عمره 5 سنوات كان عندنا وإله صورة عندنا، فهو استشهد. أخته عندنا السنة الأصغر منه عندنا في الروضة. الصعوبة يعني بواجهها قلة الإمكانيات المتاحة لعند الروضة، كيف بدها ترفه عن الأطفال يلعب يحس بمتعة فيهن، الطفل هو بيلعب مثلا ألوان، ألعب فك وتركيب، حاجات يعني بتنقص إنه نعوضه من النقص اللي هو مر فيه العدوان، أو يعني نعيد نفسيته أو حيويته يعني يكون مبسوط. إحنا تفتخر الروضة للحاجات هذه لأنه الروضة معتمدة على دخلها من الناس، والناس وضعها صفر. أولاد هذول أولادي أنا بحبهم، أنا تعودت عليهم اللي 13 سنة مع هذول الأطفال. أنا أي طفل بصيح بيجي بالجالة، أنا أم الحنونة يعني، مش أم في البيت وأنا أم في الروضة، أنا أم الثاني لازم أكون. إحنا بدنا نعيش بأمان، يحس الطفل هو نايم إنه عايش بأمان، في روضته بأمان، في بيته بأمان. يعني استغفر الله العظيم ليش سووا فينا هيك؟ احنا يعني بسيطين، احلامنا بسيطه، الرغيف وإننا نتعلم ونعيش حياه كريمه، هاي اهدافنا. هذا رسالتنا، يا ريت تصل لهم.